طبعا اهلا وسهلا فيكم اصدقائي في الحلقه الثانيه من القلعه اللي شفناها وشفنا الوضع تبعها. طيب هالقلعه الموجوده في المكان هذا، طبعا الصوت مسجل تسجيل يا اخوان، لانه برضو لما صورنا هذا الفيديو كمان ما في صوت. تنسوناش من الاشتراكات واللايكات، ولا تنسونا من الدعمكم يا اخوان. هاي طبعا المنطقه اللي فوق اللي هي فيها القلعه اللي احنا كنا عندها، القلعه الكبيره اللي احنا كنا عندها. تمام، هسه راح نشوف شغله مهم جدا. طبعا اعذرونا انه الصوت مسجل، واعذرونا انه هاد اضطرينا خلص لانه طلع في اشي خطأ في الكاميرا وهذا صار التسجيل. طبعا احنا حكينا قبل هالمرة وجود الاشارات، واشارات مهمة يا اخوان، يعني في اشارات مهمة وبدنا نشتغل عليها. يعني اليوم اثبات للاشارات اللي بنحكي عنها. طبعا هاي عندي اشارة مغارة هون مبينة. المفاجأة هسه راح تشوف المفاجآت اللي موجودة، وعذرا يعني كان الوضع مخربط كثير. هاي زي ما انتم شايفين رجم الاحجار اللي موجود، هذا طابع طبعا للمنطقة السكنية اللي فوق، لكن هاي اخر المنطقة. هاي مثل ما شايفين القلعة هون، قلعة هون، وقلعة هون الى اخره. هاي القلعة اللي كنا عندها وصورنا فيها وشفناها. الان اثباتا للشغل تبعنا واثباتا للحكي اللي احنا بنحكيه كله، بتتذكروا البصمات اللي جينا حكينا عنها، وجود بصمات كثير. طبعا هون هيها موجودة نفس العملية، وجود بصمات كثير وإشارات على الصخرة، مثل هاي البصمة هون وبصمة هون وبصمة هون وبصمة هون. حكينا في موضوعها هاي قبل هالمرة إنه بدل على وجود المقبرة، البصمات هاي بتدل على وجود المقبرة، إنه الأشخاص اللي اشتغلوا في المقبرة هاي وعلى مدى السنين ماشي وضعوا بصماتهم. هسا احنا راح ندخل لجوا. طبعا احنا ما كنا مجهزين حالنا، هي المقبره زي ما احنا شايفينها، ما كنا مجهزين حالنا بالاضاءه، فعذرا على الاضاءه الداخليه، لكن حاولنا اللي بنقدر عليه. طبعا هون اللجف اللي موجود، شايفين الصخره قديش التخن تبعها. تمام، هذا التخن تبع الصخره. نشكر دائره الاثار العامه اللي مشتغلين هذا الشغل الحلو، اللي عاملين البوابات هاي وعاملين الشغل هاد. طبعا باسم خايف يدخل، ادخل يا باسم قول يا رب. تمام، فهي شايفين الارتفاع تبع الصخره قديش. لان هاي هذا هو اللجف يا اخوان، هاي اللجف هيك تلجف معانا، شايفين كيف لجفت. تمام، الان راح ندخل لجوا ونشوف ايش الوضع. طبعا هاي عصا موسى بيسموها، الدوده هاي عصا موسى، مش مؤذيه، ما فيها، ما بتأذي. تمام، الان راح ندخل على اول مدفن يا اخوان، المدافن الموجوده هون. اول مدفن راح ندخل عليه اللي هو هذا. تمام، راح نشوف المدافن تبعتهم كيف كان شكلها. طبعا هون زي ما انتم شايفين هذا سرداب بودي على المدفن الثاني اللي موجود جنبه، رح ندخل عليه كمان شوي ونشوفه. تمام، هذا المحراب اللي بكون فيه القبر موجود، وهنا كان في قبر ثاني في المنطقة هاي، يعني في قبر هنا في المنطقة هاي اللي احنا مأشر عليها. تمام، وهذا الشكل القبر تبعها، وهون كان في عندنا كمان قبر. تمام، الآن راح ندخل نشوف شو الوضع جوا. ماشي، الآن في عندي هون بالمنطقة، طبعا هاي السقفية اللي موجودة هنا، هون المنطقة هاي كان فيها روزنة كمان، يعني كان فيها روزنة. الآن ارتفاع الصخرة هاي لو نزلنا اختراق عليها اخوان بدنا 3 أشهر واحنا شغالين. تمام، يعني هاي البوابة هون وهي اللجف تبعها ماشي أسهل من أن ندخل عليها من البوابة. الآن لو ندخل من الصخرة من هون راح نتعب. وجود سرداب هون، وجود سرداب هون بودي كمان على مغارة جنبهم أو على مدفن جنبهم. تمام، إذا عندي مدافن، عندي غرف. طبعا هاي المدافن تابعة على المنطقة اللي حكينا عنها القلعة، زي ما انتم شايفين هون موجود في سرداب. هاي راح نقرب عليه ونشوف ايش هو بالضبط. طبعا بودي على غرفة ثانية يا اخوان موجودة. طبعا انا بقدر اجي اقول لكم انا اللي فتحت المغارة هاي وانا كذا وكذا واجيب ملايين المشاهدات، لكن حرام يعني هذا الحكي، احنا لا فتحنا ولا سوينا. هذا مدخل السرداب هون، وفي سرداب ثاني داخل من هون، في عندي مقبرة كمان هون. ماشي، يعني في عندي مقبرة في هاي، في عندي مقبرة ثانية بودوا على مقابر ثانيه، يعني بتجيب كمان السرداب اللي موجود في الـ في الـ في المغاره نفسها في المدفن. تمام، راح اقرب شويه عشان اشوف ايش في جوا، لكن الاضاءه مشكلتي في الاضاءه يا اخوان، ما كنت مجهز حالي فعلى ضوء التليفون شغالين. تمام، هذا مدفن كمان جوا داخلي زي ما احنا شايفين، هيو مدفن داخلي هون زي القبه عامل، لكن حلو، حلو كثير يا اخوان، كثير كثير حلو، يعني اروع من هيك انا ما شفت صراحه. وهي زي ما انتم شايفين المدفن كامل
هذا مش ملعوب فيه، هذا من دائرة الآثار العامة، يعني مفتوح من دائرة الآثار العامة، فمش ملعوب فيه كثير، يعني على وضعه ظل زي ما هو. لكن وجود مية دخلت فيه، مية ودخلت فيه طينة وتراب وإلى آخره، هذا السرداب اللي راح نشوفه هسه، وراح نروح على الغرفة الثانية نشوف السرداب فيها. طبعا في ناس هون بتاكل الشيبس، هذا طبعا الفطر اللي بيطلع بالرطوبة يا اخوان، هذا فطر سام ماشي بيطلع في الرطوبة، هذا ما بتاكلش. هاي هون زي ما انتم شايفين في كمان دخولا، وهون عندنا المغارة الثانية والسرداب، وهسه راح نروح المغارة الثانية ونشوفها. كان بإمكاني أقول لكم أنا اللي فتحت المدفن هذا ماشي، بجيب ملايين المشاهدات، ما بتقدروا تعرفوا لأنه أنا قاعد بصور، لما باجي بصور ما بتقدروا تعرفوا إنه أنا اللي فتحت المدفن ولا هو مفتوح من الأول. هاي هون كمان مكان قبر صغير كاين هون، تمام، هون كان في مكان قبر صغير، يعني قبر طفل، ممكن قبر طفل أو إلى آخره. هاي باسم بحكي لي إنه هيك وهيك، طبعًا الصوت مسجل عشان اكتشفنا إنه الصوت رايح من الفيديوهات وانفقسنا فيها يا إخوان، تمام. وهي زي ما أنتم شايفين كبر المدفن اللي موجود جوا، تمام. السقف زي ما حكينا لو ننزل عليها اختراق يا إخوان بدنا 3 أشهر وإحنا نحفر في الصخر. هاي السقف شايفين قديش واطي، يعني في تقريبًا 4 متر السقف ماشي، لكن شغل حلو كان، يعني شغلهم اللي مشتغلينه بالطريقة فنية يا اخوان، رومان يعني مشتغلين وعلى مدى سنين، يعني مش على مدى يوم ويومين ويلا وحفروا وخلاص وتطموا وظلوا طالعين، على مدى سنين. زي ما احنا شايفين هنا في مدخل ثاني ومدخل ثالث، وهنا في قبر، وهنا في سرداب اللي بودي على المغارة الثانية، تمام. خلينا نروح نشوف المغارة الثانية كيف وضعها ونشوف شو مدخلها والى اخره. وهي زي ما انتم شايفين ماشي الارتفاع تبع الصخرة من البوابة، لكن ارتفاع جوا شايفين قديش اكثر من 4 متر، يعني اذا هنا هذا ارتفاع 2 متر، اذا جوا صار عندي 4 متر، اذا بدك تنزل 4 متر في الصخر، تمام. خلينا نروح نشوف المقبرة الثانية ونشوف شو الوضع تبعها. طبعا هسه راح تشوفوا مفاجآت يا اخوان، يعني احنا بنحكي هاي اول وحدة، هاي رقم واحد، المقبرة رقم واحد ماشي، لها مدخل ثاني ومقبرة ثانية متصلة فيها. الان راح نشوف المقبرة الثانية. طبعا هون زي ما احنا شايفين الصفاء اللي عليها المقبرة ماشي، وعندي بوابة ثانية، لكن بدي أكمل مع الصفاء. الآن السرداب اللي موجود هي بيأشر عليه باسم في المنطقة هاي، يعني في السرداب هون موجود في المنطقة هاي. هاي هنا لقينا الروزنة، الروزنة تبعت المغارة الثانية. هسا راح نشوف الروزنة كمان من جوا. هاي الروزنة تبعت المغارة الثانية ماشي، اللي بتودي على المغارة الثانية زي ما احنا شايفين. هسه راح نروح نشوف ايش الوضع تبعها. طبعا احنا نبحث عن الاشاره، يعني كبدايه نبحث عن الاشاره قبل دخول المقبره، تمام. هاي المقبره الثانيه احنا نبحث عن الاشاره بالبدايه، يعني نشوف الاشاره اللي موجوده، تمام. طبعا هون عندي تشكيل المغاره اللي احنا بنحكي عنه كل مره، هذا تشكيل المغاره اللي موجود زي ما انتم شايفين، ووجود التثبيت تبع القبر في نفس الاشاره. الان هاي اشاره الروزنه اللي احنا دائما بنحكي عنها، الروزنه يا اخوان، الناس تيجي تسالنا طب شو الروزنه هاي، بنقول لهم هاي هي الروزنه اللي احنا بنحكي عنها كل مره، وبنحكي انها بتنزل على الفراغ مباشره، تمام. الان وجود جرون طبعا على الصخره دلالة على وجود القبور، ووجود البصمات كمان هنا في المنطقة هاي، كمان في بصمات عندنا إثباتا على وجود المقبرة اللي احنا حكينا في موضوع البصمات هاي، كيف يعني هسه هم اشتغلوا في هاي المنطقة وبعدين لما طلعوا كل واحد طلع حط بصمته. طبعا السيال الآن الإشارة السيال نازل على البوابة على طول، تمام. الآن راح ندخل نشوفها مع بعض ماشي، لكن اعذرونا على الإضاءة يا اخوان لأنه احنا مش مجهزين حالنا، فيعني هذا اللي صار معنا. الآن دخولا على المقبرة الثانية، هي الارتفاع تبعها، وهي إشارة الروزنة ماشي، اللي هي الروزنة مش إشارة الروزنة، هي الروزنة، تمام. الآن بدنا ندخل بالداخل نشوف ايش الوضع. طبعا هاي المقبرة اكبر من اللي كنا فيها، يعني هاي المغارة هون او المدفن اكبر من اللي كنا فيه، تمام. كان بامكاني اقول لكم انه انا فتحت المدفن هذا ماشي، وممكن تصدقوني عادي يعني ما في مشكله. هذا طبعا السرداب اللي بودي على المغاره الاولانيه، هاي فتحه التهويه اللي كان عندها باسم وشال الصخره عنها، هاي فتحه التهويه الاولى، تمام زي ما احنا شايفين. الان
راح نشوف الروزنة الثانية. طبعا هاي البوابة هون، هاي الروزنة اللي هي فتحة الروزنة اللي حكينا عنها من الخارج، كيف بتيجي وكيف الشكل تبعها. طبعا في اشي سر هون باقي، فيه هون دفين او باقي فيه اشي هون، والله العليم طبعا انه مطيول من عند الروزنة، مثل هدية او مثل اشي زي هيك في المنطقة هاي اللي انتو شايفينها. تمام، كان في هدية او الاخر، لكن هي الروزنة زي ما انتو شايفين، هي عصا موسى موجودة. تمام، هون كان في هدية، لأن هون بس كانت يعني الإضاءة تعبتنا شوي، بس أكثر من هيك لا. يعني الإضاءة ما كنا مجهزين حالنا، والله لا نعلم إنه إحنا راح نشوف كل هالحكي اللي شفناه. مثل ما أنتم شايفين هسا المقابر وكيف شغل المقابر والمدافن أيام الرومان. تمام، هون أنا مش شايف أصلاً، هون أنا مش شايف، والكاميرا أصلاً مش مبينة إيش في هون، فما قربتش كثير. الآن هون وجود قبر وهون وجود قبر. تمام، هاي زي ما احنا شايفين طبعا عالية، والسقفية عالية، وإشي مرتب، وعلى كيف يعني البوابة إشي مرتب. وزي ما حكيت لكم كان بإمكاني أقول لكم أنا اللي فتحت المدفن، وراح تصدقوني وتعطوني مشاهدات ولايكات وقيم وحط، بس أنا بطلع هيك كذاب يا إخوان، وما بصير أطلع كذاب. تمام، هاي منطقة كأنه باقي في قبر هون بالأرض، يعني محفور بالأرض ومطيول، يعني والله العليم يعني، بس مش مبين معي واضح. أنا قلت لكم عدم وجود إضاءة مناسبة، وما أخذنا كناش ماخذين تجهيزاتنا كاملة. طبعا هون كان في قبر يا أخوان، هاي زي ما أنتم شايفين مكان الرأس موجود، هون مكان الرأس، وهي جسم هيك بكون، كان في قبر هون بكون محطوط الميت يعني هيك حط. طبعا يعني برضو بنشكر دائرة الآثار العامة إنهم مشتغلينه بالطريقة الحلوة، يعني مدخل ودرج وإلى آخره. طبعا هون كان في روزنة، أو مش كان في روزنة، هون في روزنة لكن مغلقة. تمام، هاي المنطقة فيها روزنة مغلقة للأعلى، يعني في عندي روزنة هون في هاي المنطقة بالضبط. يعني مشتغلينه كمنطقة سياحية، لكن ما فيها سياح، مش ما يعني ما حدش حاكي عن المنطقة. طب ليش ما انا اجي على هالمنطقة هاي واشوف كل هذا اللي قاعد بشوفه؟ ليش انا ما اكون كباحث؟ تمام، هون باقي في هدية كمان، ليش ما انا كباحث مثلا اجي اشوف شو اللي بصير هون، شو الاشارات اللي دلت على القبور هاي، شو الاشارات اللي دلت على المدافن، ماشي، واتعلم منها، ماشي، واعرف انه مثلا عندي غرف او عندي كذا او عندي كذا، ماشي، اعرف انه الروزنة شو بتعني مثلا، زي هذا السرداب انه من غرفة لغرفة، وكيف اجى، شو الطريقة اللي اجى فيها. واحنا لما نفحص بالسياخ بنيجي بنحكي لكم في قواطع مثلا او في غرف، بنكون نقصد هذا الكلام يا اخوان، هذا الكلام اللي انتم شايفينه قدامكم بنكون نقصد هذا الكلام. تمام، مقبرة حلوة روعة ما عليها اي كلام، زي ما انتم شايفين هاي كلها قبور، هاي كأنه باقي فيها اكثر من 10 من 12 واحد مقبورين هون و200 هون، ماشي، يعني حلوة كثير. لا راح نطلع نشوف هاي رقم 2 طبعا، هاي يا اخوان هاي رقم 2، تسجيل صوتي، اعذرونا على التسجيل الصوتي، لكن هذا اللي صار معنا انه الصوت طلع مش بالفيديو لانه كان معمول بالاعدادات والاخره. طبعا هي في هنا مقبره ثانيه، هسه راح اروح باتجاهها. طبعا احنا رايحين المفاجات بتطلع معنا، يعني هاي بطريقنا واحنا رايحين. تمام، شوفوا الحجر التسكيره اللي بحكي لكم عنه كل مره، التسكيره يا اخوان شايفينه، شايفين على ايش بيكون، زي السيال، وهي المقبره جوا، هي المقبره جوا. تمام، هذا حجر التسكيره اللي بجي بحكي لكم كل مره عنه انه حجر تسكيره، وهي المقبره جوا. تمام، وهي روزنا، فتحت روزنا من هون واضحه ان شاء الله، وهي التسكيره، وشيء يعني نظام 100%. طبعا الاشاره اللي موجوده لها، هاي الاشاره الموجوده اللي هي تفصيل المغاره اللي احنا شايفينه هسه امامنا، هو هذا تفصيل المغاره يا اخوان، هاي اللي حط على ايده عليه باسم، هذا تفصيل المغارة كامل من أولها لآخرها. والآن السيال اللي نازل معها، السيال نازل باتجاه الصخرة المتحركة، يعني حتى السيال نازل باتجاه الصخرة المتحركة، اللي هي الصخرة المتحركة اللي فيها سر يا أخوان، اللي احنا دائما نحكي فيها سر، مش أي صخرة متحركة. الآن بنروح باتجاه القبر هذا، المقبرة. تمام، زي ما انتم شايفين، لكن هذا كله اللي انتم شايفينه هون هذا شغل وزارة السياحة، يعني مش شغل قديم، هذا شغل حديث كله، وشغل وزارة السياحة ودارة الآثار العامة.
تمام، مشكورين على الشغل والتعب اللي هم متعبانينه هون، لكن يعني مزبطين الوضع ان شاء الله، لكن ناسين انه في سياحة داخلية وممكن الناس تجي تتفرج عليها. طبعا هون بنشوف الجرون، في جرون عندنا كثير، جرون القبور اللي احنا بنحكي عنها، ماشي. هذا كله طبعا شغل الحكومة، شغل إدارة الآثار، مشكورين كمان مرة، بنحكي خلص بكفي. تمام، الآن راح نشوف هذا القبر كيف نظامه، نفس نظام القبور الثانية، يعني تقريبا القطعة هاي. طبعا هذا القبر رقم 4 يا اخوان، ماشي. راح نشوف نظامه كيف من جوا، مخيف هذا، هذا كان مخيف يعني، يعني بتحسوا انه حتى المدخل مصايد، ترى كيف الدرج عاملينه، يعني حتى المدخل بتحسوا انه في مصايد، هون كان في مصايد او في اشي زي هيك، يعني باقي في اشي يعني دفين او اشي تكنيزي في الداخل، لانه وجود هاي الاحجار اللي انتم شايفينها زي المصايد. الان راح ندخل جوا ونشوف ايش الوضع عندنا. طبعا هون كانت الاضاءة تعبانة يا اخوان، وسامحوني بس هيني بحاول هسا اني اعمل اضاءة على اساس ان نشوف ايش في جوا. تمام، كثير كانت تعبانة الإضاءة يا أخوان، مش مجهزين حالنا ورايحين بدون كشافات، فسامحونا يعني على الوضع، لكن احنا بنحاول يعني بنحاول نبين أي شيء. لكن كبير كبير، هاي المقبرة رقم 4 كبيرة كثير يا أخوان، يعني كثير كثير كبيرة زي ما احنا شايفين. هسا بحاول انه اشغل الاضاءة الثانية على التليفونات، والله ما مش مجهز، والله لا نعلم يا اخوان وجود مدافن في هذا المكان، والله لا نعلم. تمام، مدفن في الاتجاه هذاك، طبعا في سرداب هنا، في سرداب في المنطقة هاي، هسا راح نشوفه اذا بين معانا، ان شاء الله انه بين، ماشي. سامحونا يا اخوان يعني، بس هذا المقطع، هو هذا المقطع بس تقريبا اللي ما في اضاءة كان، لكن هذا السرداب، هي احنا داخلين جوا سرداب، ماشي. واخر السرداب هو عبارة عن مدفن كمان، يعني نفس العملية، هو عبارة عن مدفن. تمام، هاي نهاية السرداب تقريبا، هاي كانت نهاية السرداب، هو عبارة عن مدفن يا اخوان، هاي زي ما احنا شايفينه، هو عبارة عن مدفن. برضو سامحونا على الاضاءة، يعني اعتذرنا خلاص بكفي، صح. هذا رقم 4 اللي دخلنا عليه، برضو كبير هنا، يعني حتى هاي المنطقة كبير كان فيها. هنا طبعا في قبر، كان في هاي المنطقة في قبر زي ما احنا شايفين، طبعا قبر داخلي، يعني في قبر جوا، يعني لسه في حفر جوا وقبر جوا. تمام، لكن والله روعة يا اخوان، روعة روعة روعة، بروح عليكم نص عمركم اذا ما بتيجوا على هالمنطقة هاي. تمام، منطقة حلوة حلوة كثير كثير كثير. هون طبعا تعبتنا الاضاءة كثير، يعني لانه مش مبين اشي، ف يعني هل مبين مبين، عاد شو نسوي، لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا هون كان في، طبعا هون زي سرداب، هون هاي المنطقة زي سرداب، يعني كانت حلوة الحلقة كثير، بس ايش المشكلة اللي كان في الإضاءة، وانه الصوت ما سجل معانا، هاي المشكلة الثانية، انه الصوت ما سجل معانا. الآن بنطلع من هذا القبر رقم 4، شايفينها زي يعني معمولة زي المصايد يا اخوان، يعني غريبة عجيبة، يعني اتوقع انه كان فيها مصيدة كبيرة هاي مش صغيرة، لان هاي بداية المدخل، محل ما باسم حاط ايده، هذا هو بداية المدخل، الباقي شغل طبعا دائرة الاثار، بس حتى المدخل اللي سوينه دائرة الاثار هو عبارة عن مصيدة، يعني الله يستر اللي بدخل جوا. هسا راح نكمل مشوارنا ونشوف البلاوي الثانية ايش هي. طبعا لسه في قبور عنا وانا رايحين باتجاه، طبعا هاي رقم 5، قبر رقم 5، ولسه في كمان 2 3 4 5، هذا رقم 5. هذا صغير يا اخوان، هذا مش كبير، عبارة عن مدفن صغير، هذا هو كله تقريبا، يعني زي ما احنا شايفينه، هون دخلة هيك من المنطقة هاي، بعدين بتلف معانا وهون دخلة. هذا مدفن صغير يا اخوان، مش كبير يعني،
لكن هاي مكان القبور مبين، يعني كل قبر مكانه مبين وكل إشي مبين صحيح. يعني المدافن هاي نفسها نفس المنطقة اللي احنا بنروح عليها، 12 دونم هاي نفس المنطقة اللي بنروح عليها، لكن هنا مكشوفة، هذيك المنطقة مش مكشوفة. بقدر اقول لكم هنا كمان اني انا فتحت المغارة هاي، وشوفوا يا اخوان المغارة، وشوفوا مش عارف ايش والى اخره. تمام، هذا عش دبابير، ولا هو عش صار ايش، عش غريب ما بعرف شو هو. هذا المدفن كان رقم 5، حلو كثير المدفن وحلو كثير الشغل فيه. تمام، هذا رقم 6 يا اخوان، هذا صغير يعني عاملينه زي بوابة، هم دارة الاثار عاملينه زي بوابة، لكن هذا مدفن صغير ما مش مستاهل. وبعد في حفر داخله، طبعا في ناس باقي تحفر جواته، جايبين جهاز او جايبين شيخ روحاني وباقيين يحفروا جواته، ولا ابصر شو باقيين يسووا. تمام، هذا رقم 7، هذا طبعا القريص، شايفين هذا العشب الاخضر، هذا هو القريص. هذا اخواني اذا بتيجوا عليه بضلكم تحكحكوا، عارفين كيف بنسميه القريص. شايفين البوابه كيف جايه صغيره، طبعا هاي هذا مدفن صغير، يعني بنحكي عن مدفن صغير ما بنحكي عن مدفن كبير. هاي زي ما انتم شايفين صغير جدا، لكن برضه حلو يعني تشكيله هاي حلو. طبعا نشوف الاشارات اللي موجوده على هذا المدفن الصغير. هاي اشاره المغاره يا اخوان، وفيها قبرين، يعني شايفين اشاره هاي القبرين هذولا، وهي اشاره المغاره، وهي القبرين الموجودين فيها. يعني هاي كان فيها قبرين اللي هم نفس الاشاره اللي بنحكي عنها دائما، نحكي اشاره المغاره، تشكيل المغاره واتجاه تشكيل المغاره. يعني هاي كيف راح نشوف هسه، هاي البوابه مثلا اللي احنا شايفينها، الشكل تبع البوابة والاتجاه اللي شفناه جوا، يعني في اتجاه شو شفناه جوا. هاي شكل البوابة، هاي شكل المغارة، جاية بالشكل لتحت نازلة، يعني نازلة لتحت. تمام، باتجاه البوابة. برا خلينا نشوف بس ايش في جوا. تمام، تصوير بسيط هيك. هاي زي ما احنا شايفينها مسكرة من الجهة اليمين، ما في من الجهة اليمين مسكرة، ورايحة بالجهة الشمال فاتحة أكثر. يعني نفس الإشارة اللي موجودة فوق يا أخوان، نفسها كأنه تفصيل كامل للمغارة. وهي قبر هون، هذا وجود القبر. تمام، زي ما احنا شايفين هون وجود القبر، وهي في قبر ثاني هون، في قبرين عندي في المغارة هاي أو المدفن الصغير هذا. تمام، إذا تشكيل المغارة اللي بنشوفها على الإشارة هو نفسه نفس الفراغ اللي موجود تحت يا أخوان، نفس الفراغ. طبعا ما كان بامكاننا نطلع السياخ في المنطقه هون، لانه مشكله اذا نطلع السياخ بصير علينا مشكله. طبعا هون زي ما انتم شايفين هاي رقم مش عارف قد ايش صار، 8 ولا 9. تمام، هي السيال اللي نازل على الفراغ، يعني اللجف اللي بنيجي بنحكي عنه، هذا هو اللجف يا اخوان، شايفينه اللجف اللي بينزل على الفراغ دغري. شايفين قد ايش ماخذه معهم، مش كثير يعني التلاجفه. وهون زي ما شايفين هسه الجرون هاي اللي هي جرون القبور اللي موجودين تحت. تمام، طبعا هاي البوابه تبعتها، وهون الاشارات الجرون، برضو جرون القبور اللي موجوده بكثره هون. يعني هاي بتحسوا انها لاكثر من مدفن، يعني مش لمدفن واحد، لاكثر من مدفن. نشوف هون كمان، طبعا طلعوا هون اشاره اللجف يا اخوان. هاي طبعا المدفن، هذا مدفن ده جوا، طلعوا البصمات اللي موجوده على الاشاره، يعني في كل واحد كان يطلع من جوا كان يجي يحط بصمته ويظل طالع لانه هو اشتغل فيها. طبعا هذا هو المدخل تبعها، ماشي مفتوحه من الجهتين. خلينا نكمل، طبعا في قبر هون لسه، في مقبره راح نشوفها. طبعا كل الخط هذا يا اخوان من اوله لاخره، من اخر هناك من عند الشجرات هذيك لحد هنا، كلياته مدافن. تمام، كله مدافن. طبعا هون هذا المدفن رقم ما نعرف قديش هذا كمان. هنا مزبط برضه، وهي البوابة تبعته. هذا كله شغل طبعا دارة الآثار. بنكمل، في مدفن هون. تمام، وفي لسه عندنا شغل كثير، ولسه في مدافن، ولسه في بلاوي يا اخوان.
يعني لا تتعدى الاربع دونمات، هاي لا تتعدى الاربع دونمات، كل اللي احنا المنطقه اللي احنا فيها. تمام، شوفوا طبعا هذا المدفن كبير، مبين انه كبير من مدخله، مبين انه كبير وشيء بخوف يعني جوا، لكن مزبله صاير ومش عارفين ندخل عليه. خلينا نكمل نشوف برضه هذا، ونشوف في كم من واحد جوا هناك برضه، بنشوف شو الوضع تبعنا. طبعا هاي شايفين المنطقة مدافن، طبعا القلاع هاي الموجودة اللي فوق اللي هي مدافنها اللي تحت، اللي دائما احنا بنحكي التكنيز هو تحت مش فوق يا اخوان، التكنيز هو تحت. تمام، طبعا كانت حلقة حلوة كثير، وكانت الوضع تبعها رائع جدا يا اخوان، ويعني ولسه فيها شغل، في المنطقة فيها شغل كثير. تمام، يعني لسه في عندنا شغل كثير. طبعا نشكركم على المتابعة، وبنشكر الجميع على اللايكات وعلى اللي مش مشترك في القناة، طبعا يشترك في القناة ويفعل الجرس عشان نشوف حلقات سابقة والحلقات الجاية، هاي راح تكون سلسلة من المغامرات. وبنشكركم على المتابعة، وأهلا وسهلا فيكم، نشكر الجميع على المتابعة، شكرا جزيلا.